السلام عليكم. اليوم عندنا طبعا كل عام بخير بعد الزحمه وبعد العيد وبعد الست البيض. اليوم عندنا ان شاء الله تجربه النيسان الماكس الالتيما على 2013 الشكل الجديد والمجدد بالكامل. التغيير يمكن ما تشوفه في الشكل تغيير شديد، بس ترى فيها تغييرات جامده، وخصوصا اندر ذا سكين تحت السياره تحت الجلد. ومعنا اخونا اسامه غامدي صاحب السياره، صراحه يعني الرجل ما قصر، اتجمل معنا وحن في حالنا وكله، لقي طلب كثير على السياره وعلى تجربتها، فمشكورا قام بتجربه ادانا السياره اليوم نجربها. السياره لسه جديده ماشيه 3000 كيلو. كيفك اسامه؟ هلا حبيبي، كيف اخبارك؟ كيف صحتك؟ امورك خير ان شاء الله. صراحه يعني نيابه عن الجمهور كله في العالم العربي نشكرك على تقديمك السياره هذه اليوم نجربها، ويعني لطف منك كثر الله خيرك. الله يسلمك حبيبي. ايش رايك في السياره؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني السياره فرق بينها وبين الالتيما القديمه فرق شاسع بين السيارتين صراحه، من ناحيه قوة، من ناحية رساوة، من ناحية ثبات، من ناحية راحة جوات السيارة، من ناحية مطبات، يعني فرق كبير بين الألتما الموديل القديم 2012 لسه السنة قبل. أيوة 2012، يعني تغيرت السيارة تغيير كامل، تغيير جذري كامل، تغيير جذري كامل بالضبط. أنا شايف هنا في تغييرات عندنا، معلش أمسك شوية، حديكم يمكن لمحة بسيطة جدا على التغييرات اللي سايرة في السيارة. شوفوا طبعا عندنا الكروم هذا غير ما يدور حول السيارة نفسك، مدينا شكل جمالي، شكل جمالي أكبر بكثير وأحلى وأفخم عن الأول. السيارة عندنا هنا الرفارف الستامبينج اللحام حقها نقاط التلحيم أفضل وأقوى بكثير من أول، وجاية وزنا أخف. الفكرة كلها هنا جماعة إيش بيسووا؟ بيزيدوا الصلابة، بيخففوا الوزن، بيخففوا صرف البنزين، يكون الأداء الرياضي أفضل، التلوث أقل. تعرف المواضيع دي كلها طبعا ترتبط بالوزن وبالأداء الرياضي. شكل السيارة أنعم بكثير، وخصوصا في المنطقة هذه تم تغيير سقف السيارة في المنطقة دي كده. لو نطالع الزوايا الانسيابية حق سقف السيارة والشكل الانسيابي أحلى بكثير من أول، والسيارة جاية أعرض، يعني حتى كمان تشوف السيارة جاية أعرض، يمكن ما باينة كثير لأنه كله معمول أندر ذا سكين تحت الجلد حق السيارة. الجير بوكس السي في تي طوروه 70%، الاحتكاك الداخلي أقل 40%، ففي اشياء كثير جدا اتطورت في السياره. هناخذها واحده مع بعض اليوم ونشوفها كيف ان شاء الله النتيجه التجربه. لكن يعني اسامه اخوي اسامه خبير السياره، غاوي سياره ما شاء الله من ماكسيما لالتيما ثانيه، فحناخذ السياره اليوم ندردش عليها سوا شويه، نتفرج عليها كذا، واتمنى ان شاء الله تناسبكم التجربه. شكلها أنعم بكثير من أول. في مطاعم السيارة فيها من الماكسيما وفيها برضو من الانفينيتي جي 37، والرفارف أعرض، شوف شكلها من قدام أعرض بكثير أحلى. هي هذه لو حطوا عليها علامة انفينيتي وحطوا لها فخامة الانفينيتي من جوا هتعدي على انفينيتي بالراحة، يعني تشيل الاسم انفينيتي وهي مستريحة. طبعا أخوي أسامة حاطط التجليد الأسود من تحت بحيث يديه شكل يعني ايش جمالي أكثر، الكونتراست فرق الألوان. وعندنا السيارة مضللة كمان ما شاء الله، شكل أنعم بكثير. الشكل هنا عندنا الرفارف يعني مع اللون الأبيض يمكن ما هي باينة كثير، بس ايش في فرق جامد، يعني شكل السيارة لاحظوا السقف، نزول انسيابي هنا، هذا الـ A pillar، هذا الـ B pillar، هذا الـ C pillar اللي هو العمود الالف والباء والجيم والاي والبي والسي، هذه عندنا السقف. بعدين شوفوا حتى النزله السلوب، النزله هنا مع الشنطه كده عامله شكل انسيابي، مع النحت هنا، حتى النحت جاي كده من الجوانب، جاي من قدام لبرا، اخذ بالكامل شكل حلو. طول ما انتم ماشيين مع السياره شوفوا تموجات زوايا حلوه، جايه من هنا، نازله لهنا، طالعه الشنطه هنا شويه كانها جناح خفيف لورا، النزول من هنا برضو كمان. النحت جاي من هنا، والرفارف لو اخذناها بزاويه شويه نزلنا هنا شويه طالعوا في الرفارف، يعني السياره خذوا بالكم هنا ما شاء الله عريضه، يعني هنا لقدام لو ركزنا بالكاميرا شويه بالزاويه الرفرف هنا عريض، وهنا شوف الرفرف ما شاء الله قد ايه عريض، يعني نفس الرفرف جاي من هنا نازله وهنا نفذه ثانيه هنا، ما شاء الله في عرض حلو. فهذا بدي سياره رساوه، تعرفوا الدفع الامامي 63 ل 67% من وزن السياره قدام، فما هو شيء مستحب كثير، بس طبعا على اساس انه واحد ماشي بخط مستقيم وجوه البلد وسواقه مدينيه ما حقت سباقات وراليات، فالسياره يعني بتأدي الغرض منها وزياده، فالعرض هذا بديها رساوه اكثر في الخط وثبات اكثر. خلينا نشوف السياره كمان من جوا من برا.
احنا دحين جوا السيارة الالتيما 2013، معلش الشمس حارة شوية اليوم، فلكم تتخيلوا يعني رطوبة جدة وحر وكتمة، فالموضوع يعني ايش ما هي مساعدة كثير. السيارة ما شاء الله فرق من جوا الطبلون، العدادات، التبترونيك، فرق رائع جدا، حتى فتحات التكييف، النعومة اللي حاصلة فيها، الوسع والبراح اللي حاصل جوا كمان مقارنة بالأولانية، في توزيع إعادة توزيع الداخلية حقت السيارة بشكل أرقى بكثير عن أول. البلاستيك اشبه او يعني خلينا نسموه بيانو بلاك، نفس الخشب الاسود حق البيانو. هنا خشب جاي على بني شويه، على بني شويه من جوانب كمان الفخامه اللي فيها. ما شاء الله السياره مترتبه ترتيب كامل انعم واحلى بكثير عن اول. الجير طبعا سي في تي زي ما قلت طوروه ب 70% عن الموديل الاولاني. الاحتكاك الداخلي اقل 40%، فالحراره اقل، المشاكل اقل، خصوصا يا جماعه ما شاء الله ملاك الالتيما في دول الخليج. أنا شرحت لكم في نيسان باث فايندر إيش مميزاته وعيوبه للسي في تي، وإنه مقصود فيه أكتر شيء إنه عملية إنه توفير في البنزين، ما هو معمول حق سباقات، معمول جوا البلد، توفير في البنزين، توفير في التلوث، المواضيع دي كلها. فطبعا ما شاء الله يجي الواحد مسك السيارة من الرياض لجدة أو من الرياض لقصيم أو الرياض للشرقية في الحرارة 40-45 وماشيين 160-180 كيلو، ما خطر على بال الخواجة الياباني ولا أي واحد كان بصنع سيارة إنه أصلا في قوانين في العالم بتسمح بشيء زي كده. فلكم تتخيل السيارة لما تكون نوعا ما إيش بتسخن معه. الدركسون هنا يدوي. للأسف السيارة هذه فيها مواصفات، طبعا صناعة أمريكية وتصميم أمريكي حسنوه كثير، للأسف فيها كمية أوبشنز في أمريكا رائعة ما بتجينا هنا. السماعات بوز سيستم طبعا واحد من أغلى وأفخم أنواع السماعات في العالم، بوز كفاية إنه موجود في سيارات الكاديلاك، وأنتوا بتتكلم على ألتيما هنا، فهذا يعني كمثال بسيط إنديكيشن أو بديكم تنويه كده السيارة إيش الأوبشنز اللي موجودة فيها. تكلمنا على الجير، تكلمنا على الوسع وتوزيع الوسع الداخلي. السيارة الكراسي، أيوة في حاجة مهمة جدا في تصميم الكراسي، يسموها أنتاي جرافيتي، مضاد للجاذبية، بمعنى الكراسي مصممة بشكل إنه مضادة للجاذبية. هذا المسمى إيش الفكرة منها؟ بتشيلك الكرسي بيخلي وزنك كأنه معلق شوية، ما هو جسمك أو كرمك الله مقعدتك أو ظهرك عمودك الفقري محمل على كرسي وزنبرك ويسوسة شايلتك، بحيث أنه بعد فترة مع الضغط أو مع الوزن أو مع قلة الحركة أو مع الحر والأشياء دي كلها أو مسافات السفر طويلة جسمك يتعب، فيكون نوعا ما وزنك معلق في الهواء. الكرسي بيكون وزنك لما بينزل أو وزنك بينزل على الكرسي بينزل تحتك كده بيكون معلق، ما في أشياء على طول لمستك من تحت ضغط عليك. الخلاصة ليش 30% إجهاد أو تعب أو شعور بالتعب أقل في مسافات طويلة. فيشكر بصراحة جماعة اليابانيين على تفكيرهم شركة نيسان بالشكل ده. السيارة الألتيما دي عملت لها مقارنة مع المازدا 6، تيجي مع المالبو، تيجي مع الكامري، تيجي مع سوناتا، فعملت لها مقارنة كانت على 2012، عملت لها مقارنة مع المازدا 6. أنا شفت تجربة المازدا 6 عندي الدقيقة 18 تقريبا، في حاطة الأطوال والأوزان والأعراض وكلها حقت السيارات والمواصفات، بس وقتها كانت عادلة. الآن حتكون المقارنة دي ظالمة لأنه 2013 تطورت بكثير، وحنشوف اليوم في إيش التطورات اللي فيها. خلينا نشوف العداد وكيف شكله وإيش الأشياء اللي حصلة فيه. تقدر قرب شوية. ممتاز. إحنا الآن حتى الشاشة صارت أوضح بكثير. معليش أسميحك مش عذرا، أنا بشغل المكيف لأنه فطست، بس إنه إيش هحاول أرفع التكييف شوية بعيد عنا ما يجي في سماعات الكاميرا. ما شاء الله تبارك الله، يعني واحد ناش حرارة محتاجة يحكي له. هذه بصراحة عجبني الأيد التبترونيك، مريحة واصلة ليدك وانت سايق السواقة، يعني هنا المقبض حق السواقة الرياضية من هنا أو من هنا، وعلى طول بلمسة يد انت بس اللهم بتعمل كده بتتعشق معك، ما حتحتاج ما انك بتروح بعيد او يدوب صغيرة او يدوب توصل، لا بأي اصبع، من اصغر اصبع لأكبر اصبع في يديك انت واصلها مستريح. الحلو في توزيع الاشياء الداخلية هنا، يعني وانت سايق السيارة قاعد مستريح بلمسة زر عندك العدات، يعني طبعا عندك اللي في الدركسون تحكم وعندك الأشياء الإضافية، بلمسة زر أنت واصل لأي شيء في السيارة. يعني خلينا نتكلم، شوفوا أي حاجة هنا، أنا تقريبا للدرج ما أنا محتاج أوصل التكييف اللي هناك لأنه عادة اللي جنب الساق وصله، بس من درج يعني أنا ماني محتاج إني أقرب شايفين للدرج، وصلت يدي على طول هنا لأجهزة التحكم حقت السيارة والنافيجيشن موجودة عندنا بالكامل. عندنا هنا حق البلايند سبوتس من هنا باين مش كده؟ النقطة العمية من هنا، اي من النقطة العمية، ايوه بالضبط باينة معنا النقطة العمية، فهذا يبين لك بديكم انذار. طبعا الشاشة عندنا هنا اوضح بكثير،
السيارة طبعا فيها ركز الجماعة اليابانيين عشان ينافسوا منافسينهم، حطوا فيها كمية تكنولوجيا حقت حماية، يعني قلنا الكراسي أنعم، إجهاد أقل، السيارة وزنها بين 1370 إلى 1460 كيلو اعتمادا على المواصفات، من 4 سلندر إلى 6 سلندر، من 6 سلندر 270 حصان، الماكسيما 290 حصان، الأربع سلندر 180 حصان، 182 حصان مع 180 عزم الباوند على الباوند في الأربع سلندر، وعندنا الله يسلمكم الستة سلندر هنا قلنا 270 حصان مع عزم حوالي 264، ف يعني حسب طبعا المقاييس اختلافات بسيطة فيها. الكاميرا الخلفية طبعا برا يعني، وركزوا على الكاميرا برا، أتمنى إنه جماعة بصراحة طبعا مع مشكلة الوكيل حقنا في السعودية هنا في السيارات النيسان لغاية دحين الله يفك أزمتهم، هو أنا أعتقد اللي سامع إنه الوكيل حمرانا هيرجع ثاني مرة، والعيسى حيكون موزع له في الرياض، لكن بغض النظر وصل يا شيخ يعني الناس بالناس الكل بالله الكل فيهم خير وبركة، أتمنى بس إنه ارحموا المستهلك بما فيهم شركة نيسان الشرق الأوسط ونيسان اليابان، لأنه اللي بنطحن في النص 100-200 ألف من ملاك شركة سيارات نيسان بغض أشكالها وألوانها وموديلاتها حيستفيدوا، وبصراحة موديل أو شركة فخمة وعريقة زي شركة نيسان وإنفينيتي حرام يصير كذا بالعمل حقهم. خلينا نتكلم على الأشياء هذه، يعني يمكن حاجة دي ما هي بيد أحد، هذا الله ذي حكمته على قول أخونا المصريين، لكن قطع الغيار والصيانة وتوفيرها دي جدا مهمة. السيارات اللي بجينا هنا بجينا غالبيتها عن طريق نيسان الشرق الأوسط، فبجينا مع الموزعين، بجينا من دول الخليج، ما بتجي مواصفات سعودية بحتة، بتجي خليجية. أتمنى إنه شركة طبعا نيسان أمريكا مع نيسان اليابان السيارات اللي جينا تكون نفس المواصفات حقت نيسان أمريكا، لأنه حرام إحنا كمستهلكين زينا وزيهم بندفع الفلوس وبندفع الفلوس ثالث مثلث، فأقل ما فيها يدوني مواصفات كاملة. يعني كمثال بسيط، الكاميرا الخلفية برا في أمريكا عندهم في لها جهاز يغسلها وينشفها، كاميرا خلفية، فتخيلوا يعني من ضمن الأشياء اللي حاطينها في التكنولوجيا. الجنوط هنا شايفه 17، في جنوط برا موجودة 18 و19، شيء من أجمل ما يمكن. هذه الكاميرا الخلفية عندنا، الكاميرا ما تشغل في الريفرس مش كذا؟ مرة أيوة صحيح، بس في الريفرس. هذه الكاميرا عندنا شوفها طبعا كلها وضعيتين كاميرا خلفية، هذه لها وضعية ثانية، اتخاذ احتياطات سلامة قبل، أنا فعلا بقراها بتهجاء يعني كنو حرف حرف حاطينه مش عارف إيش المشكلة يوصل الكلمات مع بعض، لكن ما علينا. إيش هذا الحين؟ أخذ لك الإطار العام بالكامل، وهنا وراك هي كنا مدرج حق طيارة بشكل أوضح أحمر أصفر، لكن هناك أخذها بإطار كامل. طبعا الجير عندنا هنا سبورت، هروح أدي معاش قاعد يكون الغير رياضي، عندنا هنا المعلومات أوضح وبكثير من أول، وزي ما قلت ركزوا إنه السيارة صارت أنعم، وركزوا على عملية إنه السيارة تكون أجمل، أخف وزنا مع نقاط اللي حامكن نتكلم عنها قدام، وعشان يكون أداء الرياضي أفضل. السيفتي اللي هي الديبارتشر لينز، الواحد ينقل من خط لخط، عملية الكاميرا الخلفية، عملية البلايند سبوتس المناطق العمياء، الاي بي اس، الامور هذه كلها، وفي حاجه يسموها الاندر ستير تكنولوجي، بمعنى في حاجتين دائما في سواقه السيارات، معلش والله يا بشرح لكم على البنزين واشياء ثانيه كثير، او الدفع الامامي والخلفي والرباعي والاوفر ستير والاندر ستير وفرط التوجيه وقله التوجيه في السواقه، ماني محصل احد يساعدني في جرافيكس، كل واحد يجيني يقعد معي دقيقه اشرح له ما يسوي، بعدين الاقي غطس وما عاد اشوفه ثاني، فما علينا الين الاقي واحد، فأبشرح لكم الأمور دي كلها لأنها جدا مهمة تفهموا الفيزياء حقت السيارة كيف ماشية. بس الأوفر ستير حلو في إيش؟ في السيارات الدفع الخلفي، لما تكون ماشي بسرعة أحيانا والسيارة ترمي معك من وراء بالغلط أو عن قصد، كل اللي بتسوي بتلف الدركسون بعكس التوجيه حقها، مثلا رمت من وراء يمين وتلف الدركسون على اليمين بعكسها، تقوم رمت من وراء يسار تقوم تلف الدركسون بعكسها كذا، لأن راحت بالعرض هنا تقوم تلف الدركسون كذا عشان تستعدلها، هذا يسموه اوفر ستير. الاندر ستير مع الدفع الامامي اكثر بيجي، بتلاقي نفسك بتلف الدركسون من قدام ما بيستجيب معك السياره براحتها، كانه تحس انه في شيء ما بتتوجه، انت بتروح يسار والسياره ما زالت تاخذ وقت طويل عشان تروح يسار، متجهه لقدام اكثر. فطبعا الاي بي اس والالكترونيات تدخل، فتلاقي نفسك اذا انت داخل بقعه سبحان الله لاي سبب من الاسباب، كان في بقعه مويه، بقعه رمله، بقعه زيت، وات ايفر ايش ما كان اسباب، او والله انا اخذت الملف غلط، كنت متهور، كنت نعسان، كنت مشغول، كنت على التليفون، كنت بعمل اي مصيبه من المصايب اللي احنا بنعملها كعرب من قله الاهتمام في السيفتي وفي الامان. ف ايش بيصير؟ دخل الالكترونيات حقت السياره عشان تساعدك انك تخش الملف بطريقه افضل وتطلع منه بطريقه افضل بثبات وامان بيد الله سبحانه وتعالى.
فالكفر اللي قدام يعني مثلا اذا لفينا يمين الكفر اللي قدام يمين يبتدي يقوم الجهاز يديله الاي بي اس يتدخل بس على الكفر ده اللي قدام اللي هو في المنحنى الداخلي. يعني لما لف يمين يكون الكفر اللي قدام يمين، لما لف شمال يكون الكفر الشمال اللي قدام، يعني في كل الاحوال اللي قدام يتدخل الاي بي اس في المنطقه دي، الفرامل تتدخل وتخليه يتفرمل بحيث انه السياره تعرف انه الكفر اللي قد... لما تخش الملف اللي جوا جوا بلف اقل من اللي برا لانه اخذ الملف من جوا، فيقوم الكفر اللي قدام واللي ورا اليمين الاثنين بلفوا اقل لانه اللي برا في الملف بلف اكثر عشان اعوض الفرق بين الاثنين. ما اعرف اذا قدرت برضه من ضمن الجرافيكس بحاول اشرحها بس حاولوا تتخيلوها معايا. لما تلف لليمين الملف اقصر من جوا فالكفرات اللي على اليمين بتلف اقل، اللي على اليسار بتلف اكثر عشان تعوض، والعكس صحيح لما تلف على اليسار حيكون الملف من جوا اقصر فالكفرات اللي جوا قدام ورا هتلف اقل واللي برا على اليمين هتلف اكثر عشان تعوض الفرق هذا. فيقوم الاي بي اس يشتغل لك في الكفر اللي جوا ويهدي كمان بحيث انه السيارة يعني تستعوض نفسها ويتلم نفسها مع الالكترونيات مع الاي بي اس مع الامور دي كلها بحيث انه تثبت لك السيارة تطلع من الملف. طبعا ما حكايه انها معموله عشان درفتنج ولا حكايه عشان تفحيط ولا عشان حكايه طاره ولا المواضيع دي اللي كلنا نسمع عنها، لا معموله انه والله السياره دي عشان استخدام امن وسليم توصلك من نقطه الف للنقطه باء بكل امن وسلامه وفي نفس الوقت بكل راحه ممكنه واستمتاع. خلينا نقول باستمتاع الواحد ياخذ السياره كمان توصل مشاوير وخلص اموره ويقدر يستمتع فيها. فهذا يمكن المختصر المفيد حق السيارة هذه واللي طوروا فيها مقارنة بالموديل الأول اللي قبله بشكل واضح كثير. طبعا احنا قاعدين في الكراسي الخلفية، الكراسي الخلفية جاية ما شاء الله بوضعية عمودية شوية على طول. أنا السيارة ما شاء الله السقف ما زال مستريم يعني بصراحة بوسع حلو في مساحة حلوة ورا، ورا كمان جاي منحوت أكثر لجوا، يعني تلاحظوا هنا شوية مقبب نازل لتحت مع الفتحة عشان الميكانيزم حق حركة السقف واصل لغاية هنا واضحة تماما فتحة السقف والتندر. وهنا الدار كل موضوع فوق إنه السقف ما شاء الله يعني مريح والكراسي مريحة، وزي ما تقولوا سوري يعني أنا آسف بس قاعد بنطنط جوا السيارة كأنه قاعد على حشوة زبدة، يعني الكراسي واضح إنه جلد صناعي بس جلد نظيف، بس قاعد أنا كده بتحرك إنه أبغى إنه بجسمي بألمس زنبرك وشيء زي كده، لا السيارة مريحة قاعد أنت كده مستريح مبطنة الكراسي الخلفية، زي ما قلنا هنا كمان مرتفع لفوق أكثر، مساحة راسي ما شاء الله عندك كفاية، هنا نحتين الكراسي الخلفية بحيث إنه كمان بديك وسع إضاءة، عفوا الكراسي الأمامية نحتين خلفيتها بحيث انه يديك وسع اضافي اكثر لجلستك وانت قاعد ورا في السياره ما تتضرر او ما تتضايق تحس انه ركبك مطايق. في عندنا هنا فتحات التكييف طبعا جدا مهمه دي في جونا الرومانسي والشاعري ده. وغير التكييف الامامي معمول زي ما انتم شايفين جاي مرتفع ملاحظ مع الكاميرا هنا، هنا الهواء جاي ما شاء الله بيطلع لفوق واصل يعني حتى شويه شوف البلاستيك، السياره لسه جديده الله يطرح البركه لاسامه في سيارته. فما شاء الله يعني التكييف الامامي اللي على اليسار انا حاسه واصل لهنا ترى، وخذوا بالكم التكييف زي ما احنا لاحظين ما هو محطوط على اعلى شيء، يدوب على ثلاث مراوح شايفين ثلاثة مراوح هذا كل التكييف شغال عليه، لكن التكييف ما شاء الله واصل من قدام واصل من النص واصل من اليمين وواصل من هنا تحت. فالواحد قاعد في السياره في سفر طويل الكرسي حلو مريح، عندنا مسند يد ممكن احط له كاسه مويه قاروره مويه احط له عصير اي شيء حابب يقعد فيه حابب يقرا شيء يتفرج على شيء قاعد مستريح في السياره. حتى ما شاء الله يعني عمليه يعني شوفوا احنا متفقين انها بلاستيك ما احنا معترضين ما هي لا والله ما قلنا سياره مدفعه السيارات الفخمه، بس ترى اشياء جدا بسيطه يا جماعه ممكن يخمونها يحطوا علامه انفينيتي عليها باشياء بسيطه جدا هنا وهناك تلميعيه اكثر شويه ترى تمشي على انفينيتي مو بس انها التما مو مجرد التما. وهذا النقطه اللي بتكلم عنها انه رفعوا شركه نيسان رفعت احترام وتقدير ومقدار السياره دي من انها مجرد التما او سياره اللي هي الانتر ليفل السياره حقت الفئه هذه. طبعا فئه مشكله الفئه دي حقت السيارات المنطقه دي السيارات الوسط زحمه مو بالزحمه، عندكم الاربع سلندر والست سلندر فعندكم تقولوا مازدا 6 بتقولوا افالون بتقولوا ماليبو بتقولوا كامري بتقولوا اورينت بتقولوا حتى التورس الاس اتش او ودخلت لكم الامبالا في الخط. الامبالا طبعا لقيت نفسها تبي تنافس بشيء اليابانيين ممتازين قطع الغيار والصيانه واعاده سعر البيع خصوصا في الافالون طبعا بتكلم في على مستوى يعني بشكل عام فحبوا نفسوها فقال لك طب ننافسها كيف؟ ندي اشياء اكثر منهم واكبر واوسع منهم بارخص منهم. فاللي حابب الياباني ما لم يكون عاشق ومغرم بالافالون حيروح له، لكن لا والله في بعض الناس يقول لك يخش البقاله ابغى بيبسي ما في بيبسي اديني كوكا كولا، ابغى سبرايت ما في سبرايت اديني 7 اب اللي هو الولاء حقه
لشيء ما هو عالي مرة يعني، ما هو ولاء أقصى، بس إنه ولاء ل 75% من الشيء ده. فهذا بيقول له لا والله، يقول أخي أنا مقابل في نقطة برضو من ضمن الأشياء بشرح لكم إياه، كيف تشتري سيارة وإيش العناصر حق تشتري السيارة. ففي جدا جدا عامل مهم وأهم، أهم عامل أنا أحطه على طول يعني، أول شيء السلامة والأمن والأمان، ثاني عامل أو واحد هذا واحد مكرر، أو رقم اثنين اللي هو value for money، مقابل الريال الدولار الدرهم الدينار إيش ما كانت عملتك، إيش بتدفع وإيش بتاخد مقابله. فهذا جدا مهم. أنا ما أقول السيارة فلانية، أيوة أحب سيارة الألمانية وأحب سيارة كده كتير، بس النهاية لما بجي بشتري بدفع فلوس. الآن والله جاتني سيارة هدية ده موضوع، لكن والله أنا هدفع من كيسي هدفع من جيبي ده موضوع تاني، لأنه هنا value for money مقابل الريال مقابل كل هلا لا أنا بدفع إيش بأخذ مواصفات. فلما شرحت على الامبالا ياما وقلت عجبتني الامبالا كثير وقلت عجبتني مقارنه بالافون وفي اشياء، اي انا مقابل بدفع اقل وباخذ اكثر، غير ما ادفع اكثر عشان اخذ اقل، فتفرق كثير. في النهايه سياره ححافظ عليها تخدمني 3 سنين 5 سنين والله يسهلها بعدين، وحشوف واحده غيرها مثلا بحيث ان انا مستريح بتخدمني سياره من غير ما اتعب فيها. فاللي سوته شركه نيسان هنا في 2013 ترى حيصعبوا حياة منافسينهم شوية كثير في الأشياء الأمن والأمان والسلامة اللي حاطينها في السيارة، في النعومة والأشياء اللي ضافوا على السيارة كثير تحت الجلد under the skin. الشكل الخارجي ما اختلف بشكل كبير مرة، بس داخليا وتقنيا وتكنولوجي فرقت فرق جامد كثير، ونعومة السيارة اللي حنشوفها الآن مع بعض إن شاء الله. زحمة شيء في هذه الشنطة، حافة التحميل واطية بحيث إنه واحد يقدر يشيل شنطة يحط شيء بسرعة هو مستريح. إذا واحد يبغى جوا ترى يعني يبغى جوا السيارة بالراحة هو مستريح يعني يوصل لجوا. وبعدين الكراسي تطبق واضح يكون تطبيق الكراسي، وعندنا الله يسلمكم الكاميرا الخلفية، هذه كاميرا خلفية زي ما قلت لكم برا. في شيء جهاز غسلها ونشفها كمان عشان ايش ما تقعد مبقى، لانه مربوطه هذه مع البلاين سبوتس مع النافيجيشن مع الارباك مع الاي بي اس مع اللي هو السيفتي اللي موجوده في التعليق في التحكم في الكفرات زي ما قلت لكم في الملفات. ففي حاطين فيها مواصفات قياسيه حقت سيفتي عاليه جدا. عجبتني اللمبات الخلفيه، خليني اشغل لكم الغمازات واللمبات شوفوا كيف شكلها. السيارة دحين نشوف كيف. هذا القلب النابض حق السيارة 270 حصان، على المكسيم نفسه يولد 290 حصان، بس 270 هنا مع وزن السيارة الخفيف مع التخفيف اللي قلنا في نقاط اللحام اللي خفف الوزن هنا، تحس السيارة لايف حيوية أكثر نشيطة أكثر. وحنشوف مع بعض الآن ما شاء الله كيف السيارة. لاحظ شيء هنا، هذا عمود السيارة، هذا المحور الأمامي حق السيارة. الماكينة طبعا بالجيربوكس جاية بالعرض لأنه دفع أمامي جاية بالعرض، مع أنه الأودي يعجبني فيه ماش السيارة تلاقيها دفع أمامي بس تلاقي الماكينة بالطول أو دفع رباعي الماكينة بالطول، هذا في الأودي عشان كذا أنا أحب الألمان كثير. لكن اليابانيين لا أقول له عبقري عنهم، خد بالك غالبية الوزن شو أي نعم حتشوفوا جزء هنا بس جاي فوق المحور والورا شوية، فمن ضمن محاولة تقليل إيش يعني مفعول أو توزيع الوزن حق الدفع الأمامي. طبعا ممكن يعني السيارة قيمتها 117000 ريال من 5 كم الاربع سلندر؟ الاربع سلندر تقريبا 93000 من 91000 ل 117 هذا سعر السيارة، يعني ممكن حاجة رخيصة اسم صغير مرة هنا يطلع الكبوت لوحده بدل ما مضطرين كل مرة واحد يحرق اصابع يده عشان يفك الكبوت، يعني حاجة بسيطة ما حتضرهم. عندنا هنا باركينج، عندنا السنسورز الأمامية، وهذا اللي انا عجبني في الياباني مقارنه بالامريكي، عمليه تفاصيل جدا بسيطه بس جدا تفرق مع الواحد وتريحه بحياته. حاجه بسيطه زي كذا ما تفرق لكنها تساعد كثير. لاحظ الفتحات حقت التبريد الاماميه من تحت مع الكشافات مع فتحات التبريد، اخذ السياره شكل رياضي. حتى الجريل الشبك الامامي جايبينه منخفض كذا قدام كثير من تحت هنا، كلها توزيع وزن بشكل توزيع هواء وشكل حلو.
احنا الحين ماشيين في السياره، انا قاعد بجرب مثلا عزم السياره، فحطيتها على التبترونيك بس مجرد تجربه بسيطه. طبعا توصل لغايه اللي هو سي في تي، بس اوصل كانه يدوي 7 نمر، كانه 7 وضعيات حقت التعشيق، بحيث انه تخلي السي في تي ويعتبر سرعتين السي في تي جوا، بس لما تيجي تطبقها على ارض الواقع يصير كانها 7 سرعات. فهذه من ضمن الاشياء اللي طوروها في عمليه الاحتكاك اقل والامور دي كلها. طبعا في حاجه حلوه غريبة شوية، ضغط الهواء لما يجي ينفخ الكفرات ويجي يشوف ضغط الهواء ينفخوا كل كفر، فمن يوم ما الهواء الضغط حقه ينتظم يقوم تديك السيارة بوري انه تراه خلاص كده ضغط مزبوط، او انه ممكن تلك الساعة والله كل كفر يبان ضغط حقه زي ما موجود عندنا في الجيب وريحونا، لكنها طريقة جدا حلوة وعملية تأدي الغرض منها. الآن بنجرب تسارع السيارة بشكل بسيط جدا مع بعض، فبين معك العداد؟ اوكي بسارع ورحيم، حزامك ممكن حزامك؟ اديني دي شوية، اوكي الوضع حزامك. هذه العدادات عندنا، هذه المعلومات زي اللي شفناها في الباث فايندر، نفس عملية التحكم المعلومات الداخلية راف كول الأمور. وعندنا هنا الزرير الإضافية حقت هذه أهم شيء، زر ده حق الديبارشر لين اختلع من الخط والأمور هذه كاملة، مع الباركينج سنسرز بدينا إنذارات كاملة عليها. بسم الله. بالنسبة للسي في تي هذا حلو، وانا عارف السي في تي جربته على الباث فايندر، يعني انا رفعت اجري على البنزين دحين ما شاء الله 150 كيلو السيارة بسرعة جابتها كذا نو تايم. حلو في الستة سلندر حقت الـ VQ انجن هذه اللي موجودة على نيسان، عملية ما شاء الله الانجن هذا لو قال الله أعلم قديش، يعني افتكر من التسعينات وكان يقولوا كان 10 سنين بيكمل في التوب 10 انجنز، يعني من أفضل 10 مكان على مستوى العالم، ومنه الزد اكس أو زي اكس 350 بعدين صار 370 المكان الانفينيتي، ومنه أخذوا الفكرة بس طوروها بشكل جبار جدا، يعني بس إنه الأب الروحي من دي الماكينة طوروا ماكينة الجي تي آر، بس الجي تي آر أخذوا على مستوى حربي، خلينا نقول زي في طيارة ركاب وفي طيارة أكروبات وفي طيارة حقت طيران حربي، فهذا الفروقات بس مستوحاة منها متاخدة منها. الآن إحنا على فوق كم مطب، معلش بالعين يا عمر أنا ماشي فوق مطبات بالعين، أنا عارف قلبك حيعورك، بس يعني أنا عارف إنه بعد التجربة دي ما حد خليني أجرب السيارة ثانية، فخلي الشباب بس يسمعوا، فأنا حدور كم مطب كده بالعين. شوفوا نيسان دائما هذا، شوفوا هذا يكرمك الله أخذنا مطب، بس الحلو فيها إنها مكتومة شوية المطب، حسنينه بكثير عن أول. الديبارشر لينز هذا الصوت عشان انا بغير من خط لخط الخطوط البيضاء، فبديني انذار ممكن انطفي من هنا، بس انا ما افضل اطفي، دائما احب انه كل الاجهزه الالكترونيه دائما صاحيه واعيه معي تساعدني، حتى لو انا سبحان الله سهيت او نسيت او لاي شيء من الاسباب شغلت في شيء تديني انذار مبكر. الدركسون عاجبني شكلا حلو، مقبضه حلو. في حاجه مضحكه، اليابانيين لما صدروا السيارات للالمان غير لنا واحنا اليابانيين، فتلاقوا الدركسون الالماني بعتوه ادخن شويه، لقوا مقبضه الاوروبيين يحبوا دركسون أدخن كده ملزلز شوية صلب رجالي أكتر. الدركسونات الدلوعة البناتي دي شوية ما أعرف ليه ببعتونا إحنا وهم، لكن مع يعني هذه معلومة كده محشفة السريع، بس معلومة ترى حقيقية مو هذا. فالنيسان عموما مقارنة بتويوتا، دائما خلنا بتويوتا كيف يعني أكبر 2 صناع سيارات في اليابان، تويوتا لا محالة عملاقة وبتنافس مع جي إم، والاثنين ده يفوز شوية وده يفوز شوية، ده يطلع شوية ده يرجع شوية، لكن نيسان عبارة عن نيسان ورينو. وطبعاً الحلو كامل حسار في تعاون بين يعني نيسان ورينو، بتخش أحيانا مع مرسيدس شوية، تويوتا داخلة مثلاً مع بي ام شوية، أحيانا بيكون في نوع استشارات تقنية وهندسية حتى في عملية التنظيم الداخلي حق قطع الغيار ووصول أمور هذه كلها بينها بين جماعة مثلاً جروب حق بورش أو شيء زي كده. فهذا الحلو إنه العباقرة على مستوى العالم لما يجتمعوا مع بعض إيش يطوروا إيش يعملوا إيش نسوي، واحنا بنجتمع فين ناكل وفين نروح وفين نتمشى، لسه ما زلنا في الازمه دي ما علينا، بس المشكله احنا كعرب عشان نتطور وعشان نوصل، هم بشر زينا زيهم، بس لما نشوف كل الايات في القران انه اعملوا فين الله ورسوله سرع عملكم والامور هذه كلها، يعني اليابانيين اضطروا يدوم قرار امبراطوري، حتاخذوا اجازه غصبا عن عينكم قرار امبراطوري، واحنا شوي حنبوس يد الناس في العالم العربي، ابوس ايدك روح داوم، واذا داومت بس اشتغل بامانه خلص شغلك لانك حتحاسب عملك.
فيوم ما نوصل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بعد ما اندكت ألمانيا كانوا يشتغلوا 10 ساعات يوميا، 8 ساعات بيقضوا الأجر وساعتين ببلاش لأمنا ألمانيا. خدوا بالكم المفهوم، أمنا ألمانيا. فالدولة هنا أو الأرض والوطن هو عبارة عن الأم، وكانوا يشتغلوا عشان يرفعوا راسهم ويفتخروا إنه إحنا ألمان، إحنا عملنا، إحنا سوينا. اليابانيين كانوا يحطوا صناديق حقت في الاقتراحات، طبعا في العالم العربي دائما نشوفها من ناحية الكوميديا، تلاقي صندوق مخروم من تحت. فلكن هناك كان عندهم كانوا اليابانيين يتخانقوا مع إدارتهم إنه نبغى نطور المنتج أكثر، نبغى نحافظ على سمعته أكثر. يوم ما صارت المشكلة حق تويوتا وجابوا رئيس شركة تويوتا في مجلس الشورى الياباني أو في أمريكا في السنة في مجلس الشيوخ وجابوه في اليابان، الراجل يعني خلوه لين دمعته نزلت إنه أنت مو بس مش يوم ما طلبوا كذا مليون سيارة تويوتا، أنت مو بس بتكلم بتسمع بتمس باسم تويوتا، ده أنت بتمس اسم الصناعة اليابانية كلها. شوفوا الاحترام والتقدير والتوقير وال يعني التجليل المهم جدا للصناعة دي كيف. فإحنا هنا عمي كله كويس وكله ما عند العرب صابون، ويا عمي طير ومع نفسك. يوم ما حنوصل إنه نحترم عملنا، هم بشر زينا عندهم دم زينا، لا معلش أظن عندهم دم أكثر مننا شوية. فيوم ما عندهم الأمور هذه كده والإحساس صدقوني حنقدر نسوي زيهم، لأنه أجدادنا اللي اخترعوا الساعة، اللي اخترعوا أبدعوا في الكيمياء، أبدعوا في الفيزياء، أبدعوا في الرياضيات، في اللغويات، أبدعوا في أمور كثيرة كتير. فيوم ما نبطل نقول أجدادنا ونشتغل بما يرضي الله، يوم عن يوم يوم عن يوم حنوصل 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 لين نقدر نساعدك الساعة، نفتخر عندنا اختراعاتنا وعندنا صناعاتنا وامور كذا. معليش انا بقول الكلام ده كله مو قصدي شيء، بس والله حبا في امه سيدنا محمد وتقديرا لهم وانه حزنا عليهم وغيرة عليهم، اتمنى ان شاء الله ايش نقدر نسوي شيء. نيسان مقارنة بتويوتا دائما تميل للناحية الرياضية، النفس الرياضي، فبالتالي نفس رياضي أكثر، لازم تكون مساعدات أكسى شوية وفرامل أقوى، وهذه بصراحة دائما مقارنة بتويوتا. شوفوا كمثال بسيط، تويوتا تفكيرها دائما إنه يبغى سيارات ماشية، بصدر 5 مليون 10 مليون بصنع منها، ماني فاضي جيب لي سيارة زي السوبرا. السوبرا الله يرحمها ماتت من زمان، فهمت علي كيف؟ لكن لغاية دحين الزد إكس أو زي إكس عند نيسان شغال، ما وقف، مبيعاته قليل مبيعاته عالية شغال، وده بنفسه فيه حطوا شوية راسهم براش راس البورش الكيمن والبوكسر وبتناطحوا معاهم وبتضاربوا معاهم وبتنافسوا معاهم وش هذا. فنيسان بتفكر انها عاطفية ورياضية شوية، تويوتا تقول لك لا يا عمي انا ما ابغى سيارة اول ما تنزل السوبرا والشكل الرياضي حنبيع منه كذا الف كذا 100 ألف بعدين كذا 10 ألف بعدين كذا 1000 سيارة بعدين يا دوب، لا 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 ما احنا فاضيين الكلام ده. سيارة كامري، سيارة افالون، سيارة مثلا ايام زمان الكريسيدا، سيارة زلاند كروزر، خلاص مصنع شغال كميات كبيرة، اقلب بسرعة اللي بعده واللي بعده واللي بعده، هو ده اللي بيسوي. ففلسفة مختلفة بين الاثنين، لكن نيسان ضريبة الحفر والمطبات اللي عندنا وضريبة النسان النفس الرياضي في تسمعوا لها صوتها أكسى شوية. بس أنا أفضل إذا حسوك سيارة رياضية وبعازم رياضي، ما أبغى سيارة معايا مساعداتها نعمة كتير في الملف أجيب العيد أو فرامل معاها كده، لأنه أنا اللي غلطان وقتها حكون سواكت غلط والسيارة ما بتتجاوب معايا، فأنا أبغى سيارة تتجاوب معايا. فإذا أبغى نفس رياضي وأداء رياضي حاخذ نيسان. لا والله عمي أنا سيد الراية بسرعة 60-80 كيلو وأتنافض من الخوف وما بدي أسرع أكثر من كده وأنا أخاف ومدري، خليك على سيارة تانية كثير. في ناس طبعا زي السوبرو أو السوبرو بالضبط بديك ماكينة دفع، ماكينة دفع رباعي وماكينة فلات إنجنز مع بعض، بحاطين راسهم براس سيارة زي بورش على ناحية التكنولوجي والتصميم حقهم. فليش أنا ما بشرح لكم سيارات كثير؟ أنا ماني ضد سيارة معينة، أنا ماني ضد شركة معينة، لا والله، بس هي كل ما في الموضوع زي أنت داخل مطعم فبوريك ترى هذا حلو هذا مالح هذا في فلفل هذا في شطة زيادة هذا مدري هذا، عشان أنت تتفتح عينك فتعرف لما أنك حقك كمشتري تكون مشتري ناصح مشتري فاهم مشتري عارف أنت إيش بتشتري، مو بس مجرد والله خلاص تورثنا سيارة كراون ورثنا سيارة إكس ورثنا سيارة كرام فيكتوريا المرحومة أو الهامر. في سيارات رائعة بس ماتت، شركة زي بونتياك ماتت، شركة زي أولدزموبيل ماتت، في كم زمان شركة زي بلايموث ماتت، في شركات موجودة ما زالت موجودة عندنا زي البيوك. البيوك يبعتوه على الصين ما يجيبونا، هو ترى نفس السيارة تصنع يحطوا عليها علامة شيفروليه وعلامة بيوك حسب السوق والناحية النفسية حقتهم بالسيارة دي. فالآن أعتقد أنا آسف إذا طولت عليكم، حبيت أشرح لكم أشياء كتير فوق بعض. في مطب هناك أنا شايفه راح يجي من أول، فإذا حابب تغمض عينك شوية أسامة وتقفل ذلك.
فرق بينهم؟ هذا مطب. مطب صراحة حفرة في الشارع مو مطب، لكن هذا يعني على حاجة بسيطة كذا أخذنا مطب، وهذا مطب ثاني. هذه أنتوا سمعتوا بأنكم. أتمنى معلش بدور على جهاز قيس الإزعاج الداخلي أو الضوضاء الداخلية، بدي أجيبه بعد كذا معي في تجارب عشان تسمعوا كل السيارة، فيصير بدل ما أفتي لكم صوت العزل كيف أحط الصوت جوا. شوف أخونا كم دسبل، شوف السيارة الثانية كم دسبل، فيصير أنتوا حتى يكون عندكم صورة كاملة. زي ما قلت ما لي مصلحة أنا ضد شركة معينة ولا مع شركة معينة، أنا اللهم بقراي بأمانة وبفتح عينكم على اختيارات كثير ممكن تختاروها وتشوفوها. الواحد يمكن مو منتبه له، فلما الواحد سبحان الله ينبهك لشيء أو يوضح لك شيء معين، يمكن أنت ذيك الساعة يكون زي يقول إيش عندك صورة أكثر في عملية الاختيار كيف يكون، وال إيش مقابل الريال بتدفعه، إيش الأوبشنز اللي قدامك، إيش الاختيارات اللي قدامك، الفرص اللي قدامك، فتعرف تختار فيها إيش أكثر. في دحين معلومة بسيطة يمكن نسيت أقول لكم، هي أخوي أسامة حيوضح لكم أكثر. كنا بنتكلم على البيرينج، إنه الشاشة اللي عندك هنا فيها ممكن خاصية الاقتران مع الجوال عن طريق البلوتوث، وكنت تقول لي حاجة على SMS كمان. الرسائل ما يحتاج، لو جاتك رسالة على الجوال ولا حاجة فما يحتاج إنك تفك الجوال وتطالع وتقرأ الرسالة وأنت سايق السيارة، وأنت سايق السيارة بترد عليك بالصوت، وبتبان برضو معك في الشاشة، وبتبان برضو معك في الشاشة اللي هي عندك في العدادات اللي بين عدادات الشاشة الصغيرة، يعني الشاشة اللي في النص والشاشة الكبيرة، بتقول لك جاتك الرسالة الفلانية وتحط لك الرسالة قدامك. مظبوط، وعارف بتقدر تسمع الرسالة إيش، رسالة صوتية. تمام، هذا كل ده عشان لا تشيل عينك عن الطريق وتركز. طيب أنت ما شاء الله سويك مكسبة أولاني وألتما أولانية قبل كده، ليك خبرة طويلة معاهم، جيت ما شاء الله أخذت السيارة دي، قل لي إيش رأيك بين السيارة هذه واللي قبلها، هل أنت مبسوط فيها ولا لا، وإيش يعني الفرق؟ ما تعرف دائما الأسئلة، الرساوة، العزل، الصوت، الأمور هذه كلها، كيف أداء السيارة؟ والله صراحة أنا فرق بينها وبين الماكسيما، أنا كان عندي ماكسيما 2005 تمام، جربت برضو الألتما بجميع أنواعها من 2005 تقريبا لغاية 2009 2010 تمام. السيارة هذه فرقت كبير عنه صراحة. نسبة كم في المية؟ يعني ممكن تقول نسبة 70-80% صراحة، يعني أفضل من أولاً، أفضل منهم بكثير، من ناحية عزل الصوت، من ناحية المطبات أنعم، من ناحية الراحة، من ناحية الثبات، من ناحية العزم كقوة سيارة تمام، أقوى كثير من الموديلات القديمة، حتى أقوى من الماكسيما اللي هي تقريبا زيادة عنها 20 حصان، هذه أقوى منها بكثير صراحة. أخاف أقل أحسن ب 20 حصان، أقل وزنا، والسي في تي مطور أكثر، السي في تي مطور، وانسيابية أفضل من الماكسيما، انسيابية أفضل من الماكسيما. صح انه برضه ماكسيما فيها مواصفات يعني ما هي موجوده في الالتما، والالتما فيها مواصفات ما هي موجوده في الماكسيما، بس بصفه عامه تمام، الالتما الان افضل من الماكسيما بصفه عامه. ابدعوا فيها كثير. ايش الاشياء اللي ما عجبتك في السياره؟ يعني بصراحه الجنوط انا صراحه صغيره، يعني 17 هي هذه حقت الاربع سلندر الفل. ايش كان لو جابوا حقة الست سلندر في الكامل هي 18. مو لو في وكيل وفي يمكن مواصفات اكثر واوبشنز اكثر، يقدر واحد اختيارات اكثر فيها. مضبوط، برضو الجناح صار يجي اكسسوار. اكسسوار ايوه اضافي. عكس موديلاتها القديمة كان يجي جناح في الاربع سلندر فل، الست سلندر الفل كان يجي فيها جناح تمام. هذه صرت الحين تطلبه في اكسسوار، انه اكسسوار يجي على السيارة. هي بس هذه ليش الحاجة اللي اشياء بسيطة جدا يعني. بسيطة جدا ليش؟ هو تعرف معه حاجة غريبة شوية، هنا كروم هنا كروم هنا كروم هنا كروم، فتحس إنه في شوية فوق في زحمة وتحت ما في شيء. يعني أنا هذا تعرف كده يعني ما قدرت إني ما انتبه للملاحظة دي، إنه ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة أربعة أشياء فوق وتحت فاضي مرة واحدة. فاضي ما في أي حاجة. أيوه مظبوط. في الموديلات القديمة كان يجي فيها شعار السي في تي تحت هنا. سي في تي أيوه. بس شالوا شوية. أظن لقي جماعة العالم العربي بتدمروا محكاة السي في دي، قال لك شيلوا وخلصوا. شيلوا وخلاص. أيوه. السيارة ما شاء الله حلوة، سيارة جميلة، يعني أنا عجبتني السيارة. سيارة بصراحة الاستخدام يومي استخدام عملي من أجمل ما يمكن. فيها مواصفات مرة حلوة كثير، يمكن في بعض النواقص بسيطة هنا وهناك. أنا أدي السيارة هذه بصراحة طبعاً مقارنة بالألتما الأولانية يمكن ما سكتها كم مرة وما كانت عجبتني، فما عملت لها تجربة.
لكن انا ادي السياره هذه اديها 8/10 يعني على مستوى حتى السي في تي الجديد. سكت السي في تي اللي في جربته في السيارات قبل كده كثير ما عجبني، هذه لا في فرق عن الاولانيه افضل بكثير. ختاما بصراحه اشكر اسامه واشكركم كلكم، واعيد اقول ثاني مره كل عام وانتم بخير، معلش بعد الزحمه ان شاء الله في لينا تجارب، ما نسيتكم اللاند كروزر والباترول الله يعيني، وطلبتوا مني المكس الالتيما، هذه المالتيما في الماكسيما، في الاف جي كروزر ان شاء الله جاي في الطريق، في الرانجلر، ففي شويه زحمه كده بحاول بس انه ايش تعرفوا نجمع مع بعض. فاشكركم ويعني عاجز عن الشكر، شكرا.